للمزيد من التفاصيل حول مستقبل الشركة ينضم لنا عبر تطبيق زوم من دبي المهندس أيمن عيتاني، مستشار الاستراتيجية الرقمية وخبير في تطوير الأعمال والإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي. أيضا أهلا بك معنا سيد أيمن. أولا دعني أبدأ معك بأنه لماذا الاعتراض الكبير على خطوة ماسك، خصوصا بأنه مارك زوكربيرغ على سبيل المثال يملك فيسبوك، يملك واتساب، يملك انستغرام، لماذا الاعتراض على هذه الخطوة خصوصا فيما يتعلق بتويتر؟ هلا دينا، بكل المؤسسات اذا هن صغيره او كبيره لما بيكون في اداره جديده بيكون في قله وضوح شو حيصير، وفي موظفين دائما يعني بتترك، في موظفين بتضل انه هن مقتنعين، وفي موظفين بيقولوا انا خليني انتظر 90 يوم 180 يوم سنه وبعدين. يعني هي مش رفض لوجود شخص واحد في الاداره، يعني مش رفض لهذه السياسه او هذا التوجه. لا لا، لانه في اداره تنفيذيه جديده، وهي الاداره التنفيذيه الجديده رح تعمل تغييرات كامله بطريقه الشغل، بطريقه اليوميات كيف بتكون بقلب تويتر وهيك. فالواحد المرتاح كان بقلب تويتر على فتره طويله بيعرف انه هلا كل شيء حيتغير وفي ناس كثير حتطلع بشو عم بيصير، فبتلاقي في هالحركه اللي هي منا غير العادي. وكمان بتويتر بالذات يلي هو كان المؤسس جاك دورسي قبل، طريقه تفكيره يعني جذبت له ناس معينه موظفين بقلب تويتر يلي هن بيحبوا طريقه تفكيره العالميه ويلي فيها مصطلحات للكل. فكمان عندهم خوف انه في مدير جديد وطريقته كثير غير وعلى الانترنت كثير بيحكي ما بنعرفه بعد شو حيصير فينا. طيب يعني بالنسبه لهذا الموضوع اللي انت عم تحكي عنه انه الحركه غير العاديه في يعني في نطاق يمكن السياسات اللي رح تتعامل فيها الشركه في المستقبل وانسحاب الموظفين، هل يمكن او كيف ممكن ياثر على اسهم الشركه بالاسواق اليوم؟ يعني هو بعدها منا بايده بعد تويتر، يعني هو في عنده مراحل معينه بيقطعها من هون لشهر ونص شهرين بتصير خلص التوقعات اليوم اللي عم ينحكى عنها بالاسواق. عنده سنة، في سنة هلا السوق بده يطلع وينزل بتويتر واكثريته بده ينزل لانه هي مرحلة انتقالية كبيرة، عم نفضة كاملة يعني من مدير تنفيذي كثير الموظفين ناس حتتركه تجي، بس ما في خوف على ايلون ماسك لانه في كثير ناس بتحبه، بتحب طريقة تفكيره، فبيقدر اذا حدا ترك في ناس مستنية انها تشتغل معه بهيدي المرحلة بالذات بتويتر. في سنة طلوع ونزول عم نحكي فيها. طيب سيد أيمن، أيضا بالنسبة لموضوع سياسات إيلون ماسك التمويلية وبيعه يوم أمس أو قبل يومين لأسهم من شركة تسلا، يعني كيف تقيم هذه الخطوة وماذا تعكس؟ هلا في شقين بهذا الموضوع دينا، في شق انه المصاري هيدي يعني اذا بيقدر يامنها او كيف، وفي شق ثاني يلي هو صار في ربط بين اسهم تسلا واسهم تويتر، يلي هن تسلا اسهمها كثير منيحه وعلى سنين على تحسن وعلى تقدم، وهلا كمان عم تتاثر شوي بشيء خارجي ما خصها هي فيه، مش عندهم مشاكل بدون مؤسستهم او مشاكل تقنيه بتسلا، هي مشاكل خارجيه عم بتاثر على قيمه اسهم تسلا. وهلا الشق الاول انه هو ايلون ماسك يامن الفلوس، ما في خوف عليه ايلون يعني ما في مشكله ابدا يعني من هو معه فلوس خاصه فيه يعني من وراء شغله، وكمان في كثير مؤسسات مستعده تعطيه كثير فلوس لحيتلح فيها، فانا ما شايف مشكله ابدا تامين هالمصاري. بس انا اللي شايف فيه الغريب شوي انه في عنده يعني حيتاثر بهالسنه تسلا، حيطلع وينزل كمان قيمتها السوقيه بشيء اللي ما خاصه فيه تسلا بحد يعني مباشره. هو مش ممكن يتعرض لضغوط ربما من المساهمين بانه يعني دائما خطوات ماسك ما تثير الجدل بين المساهمين بالشركات، وبيكون في تخوفات من انه شو ممكن تكون تداعيات هذه الخطوات التي يتخذها. هلا دينا سؤالك عن الضغوط محله، لانه هلا هو فات فوتي ايلون ماسك يعني عنده حتى عم تعمل له مشاكل بدون مؤسسه تويتر، مشاكل دون مؤسسه تسلا، ومع مع المستثمرين مع الاعلام، وبكره بس يصير هو يملك تويتر بيصير حيلا بلد عنده مشكله، بيصير كل الناس عم تركض لعنده انه لحتى يسكر هلا اكونت ويفتح. يعني شو صار عليه فات فوتي؟ هو زلمه مرتاح كثير ماديا، عنده ثلاث اربع شركات فضائيات يعني، ففات فوتي كثير كبيره حتركز بعد سنتين، يعني في عندنا سنتين هلا بالاعلام حنحكي انا وياك كثير بهالموضوع اكيد.
طيب اكيد ايمن رح نحكي بالموضوع، بس كمان سؤال اخير بالنسبه لموضوع انه انت عم تقول بانه لماذا اتخذ هذه الخطوه اليوم وشو رح تكون تداعياتها. طب ليش ما توجه مثلا رجل مثل ايلون ماسك بانشاء منصه جديده تنافس تويتر بدلا من شرائها، وانه يمكن خوض غمار هذه التجربه بكل تداعياتها؟ الاعلام الاجتماعي كثير ناس بتفكر انه انا بفتح مؤسسه وبيمشي حالها. كثير صعب ومكلف كثير انه الواحد يكون عنده مؤسسه تنجح. منشان هيك رح نشوف نحن يلي بقوا الكبار يلي هن بينهم فيسبوك وانستغرام وسناب شات وتويتر ويوتيوب، هول هن اللي بقوا. في كثير مؤسسات ثانيه بس نجحت شوي او نجحت شيء بسيط أو على زوال. فهون بهالفوتي هو خلص بين ليله والثانيه صار عنده منصه كامله وعدد هائل من الناس عم يستعملوها كل يوم. نعم. سيد أيمن عيتاني المهندس من دبي، مستشار أيضا استراتيجية رقمية وخبير في تطوير الأعمال والإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، كنت معنا مباشرة عبر تطبيق زوم، شكرا جزيلا لك.